طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بسم الله توكلنا إليه إليه الأمان وإليه المصير. نبدأ بالتقييم ما بدأنا في الأسبوع الفارط، حيث تكلمنا عن صناعة الأهداف بطريقة 6 في 6 في 6. كنا بدأنا الرحلة بمعرفة مجموعة من الأشياء ذكرناها سابقا، تكلمنا لماذا نضع أهدافنا، الفرق بين الرؤية والأهداف، من الذي يحقق الأهداف، وست خطوات نحو الهدف. كان الربان قد قال لنا لكي تقلع هذه الطائرة يجب أن نستكمل جميع الخطوات لكي نصل إلى الفضاء، ولكي نطير في الفضاء يجب أن نبدأ الآن بمجالات الأهداف الست. هذه المجالات هذه المجالات تتلخص في نبدأ بالميل. جميل أن تكون لنا رؤية مستقبلية لأنفسنا وأن نضع ملاحظاتنا لتطويرها، والأجمل أن تكون واضحة ومحددة، لا مجرد أمل عشوائية عالية في مجال ودون في آخر. وكي ننطلق باتزان وانتظام سنجيب على السؤال التالي: ما هي المجالات التي نرسم أهدافنا خلالها ونطورها دائما؟ ما هي المجالات التي نرسم أهدافنا خلالها ونطورها دائما؟ المجال الديني ممتاز، والباقي أين ذهبتم؟ أين هي مشاركتكم أيها المبدعين والمبدعات؟ المجال العلمي والثقافي ممتاز. عندنا 6 مجالات: المجال الديني، أي دينيا وسلوكيا، صحيا وجسديا، فكريا وتعليميا، ماليا ومهنيا، اجتماعيا وثقافيا، والأسرة والمنزل. وسنخوض في كل مجال على حدة. أولا المجال الديني والسلوكي، نبحث دائما عن سر المعاملة مع الله ومراقبته، وعن مكارم الأخلاق، لا لمجرد محبة الناس وتقاليد العمل، بل حبا في رضا المولى الكريم. المجال الثاني هو المجال الأسرة الأسري، بدءا من الوالدين والإخوة والأرحام، الواجب صلتهم في ترابطهم، ومن الزوجة مربية الأجيال وشريكة الحياة، وبالأبناء قرة العين لمن أحسن. ثم ننتقل إلى المجال الآخر، المجال الاجتماعي والثقافي، بحسن التواصل مع من حولك من في المناسبات والواجبات، وفي الاطلاع على الثقافات المجتمعات والتبحر في ثقافات الخاصة. ماليا ومهنيا، انطلاقا من اللقمة الحلال، فضل السعي في كسبها من الأجر، والتفكير المنتظم في التطوير الوظيفي، المهارات والقدرات، ورفع الإنتاجية، ولا تلوم المكان والزمن، واسأل نفسك دائما إذا أتيحت لك فرصة أنت كفء لها.
صحيا وجسديا، القلب السليم في الجسم السليم، صحة وطهارة عن الحقد والحسد، وتتجمل لأن الله جميل يحب الجمال، ويتقول اللهم كما جملت خلقي تجمل خلقي. فكرا وتعلما، فالفكر كحل البصيرة، فالفكر كحل البصيرة وسر جمالها. وما أروع ارتباط الفكر بالذكر، لا تجعل عقلك مقياسا لأنه غير ثابت، ولتبحث عن معنى القراءة بين القصر دائما عن تعلم النافع لا مجرد الجديد، ولتعلم غيرك، فالعلم يزكى بالإنفاق. وتخيل، تخيل أنك شجرة، تخيل أنك شجرة لها أغصان وفروع وأوراق وثمار، انطلاقا من المجالات الستة مثلا، هل ستجد أوراقك مخضرة وأغصانك مثمرة؟ لا تنسى أن تبحث في الجذور، فكر كيف تشاء. هناك تمارين أستاذي لكي نعرف أنفسنا، هل في الواقع نحن عندنا عجلة وتمرين على العجلة نملأها بالنقاط؟ إذا كانت هناك دائرة متساوية، أي العجلة قادرة على أن تسير في الطريق، فاعرف أنك متوازن بين جميع المجالات. إن كانت تلك الدائرة غير متوازنة، نعرف أننا لا نسير بالطريق الصحيح، لذا يجب أن نعزز ذلك المجال لكي نتطور. المهم أن تفكر وتنطلق، فكر عالميا واعمل محليا، وبالله التوفيق. شكرا أيها الأستاذ. الهدف الذكي هدف أذكى. تحدثنا في الحصة السابقة عن من ينجرف خلف المصطلحات والشعارات، تأخذ الكثير حلاوة العسل وتنسين ملكة النحل. بمعنى هناك من الناس من تجد يأتي بالمصطلح ويأتي بمجموعة من الشعارات والكلمات والتفاسير ويتكلم، لكنه عند حلاوة العسل ينسى أن هناك ملكة للنحل، من تحكم النحل. فاستغراق في التسميات صفة الهدف الفعال أو المثالي بالذكية، عندما طريقة تصميم النجاة جعلت لتسهل استذكارها. ولكن ما هي تلك الأهداف الذكية؟ وكيف يكون هدفنا أذكى؟ كما تعلمون هناك الهدف سمارت، هو مكون من 5 حروف، ونحن نتكلم عن طريقة 6 × 6 × 6. إذا الهدف سمارت يحتوي على 5 أشياء: أن يكون الهدف دقيقا ومحددا، أن يكون الهدف قابلا للقياس، أن يكون الهدف قابلا للإنجاز، أن يكون الهدف واقع، أن يكون الهدف محددا بإطار زمني. هذا ما يسمى سمارت، الأهداف سمارت، الأهداف الذكية. والآن سنأتي بتفصيل كل حالة واحدة. الدقة والتحديد برؤية واضحة عامة لنفسك وإجابة على تساؤلاتنا، مثل ما الذي أريد فعله، ولماذا مهم أن أقوم به، وكيف سأقوم به، ولمزيد من الدقة أسئلة ثم أجب عليها بشكل مبسط وواضح. من المشترك وما في هذا الهدف؟ ماذا أرغب في تحقيقه فعلا؟ أين سيكون موقع الهدف للبدء به؟ متى ابتدأ الإطار الزمني؟ ما هي الاحتياجات الأساسية والقيود المفروضة؟ لماذا؟ أسباب أو فوائد محددة مبسطة لإنجاز الهدف. إذا اكتبوا عندكم على الورقة هذه الأسئلة، لأن بها ستكتبون أهدافكم. لكي تحددوا دقة الهدف، أول سؤال: ما الذي أريد فعله؟ ولماذا مهم أن أقوم به؟ وكيف سأقوم به؟ ويزيد من الدقة كما قلت، اسألوا من، مدى، أو متى، ما هي، لماذا. من المشاركون في هذا الهدف؟ ماذا أرغب في تحقيقه فعلا؟ هل أنا أرغب في تحقيق هذا الهدف فعلا؟ أين سيكون موقع الهدف للبدء به؟ متى أبدأ بتطبيق هذا الهدف أو بالسير نحو إنجاز هذا الهدف؟ ما هي الاحتياجات الأساسية
والقلوب مفروضة. لماذا؟ ما هي الأسباب؟ ولماذا الأسباب أو الفوائد المحددة مبسطة من إنجاز مبسطة من إنجاز الهدف؟ هل كتبتم هذه الأسئلة؟ إذا كتبتم الأسئلة ننتقل إلى قابل القياس. اجعل لي هدف لهدفك معيار. ومراحل قصيرة تعلمك بنتائج، تعلمك بنتائج تحقيق لك الهدف. إذا اجعل معايير ومراحل قصيرة كمقياس لمعرفة هل وصلت للهدف أو وصلت إلى شيء أو لا، وبالتالي تستطيع البقاء في مسارك الصحيح والوصول حسب تقديرك. اسأل الله عن تقسيم الهدف إلى أهداف مرحلية، أهداف قصيرة المدى، بعيدة المدى ومتوسط المدى. اسأل نفسك ما مؤشرات نجاح الهدف؟ بكم وكم أنجز؟ إذا الأسئلة الأولى ما مؤشرات نجاح الهدف؟ بكم وكم أنجز من الهدف؟ إذا كتبتم هذه الأسئلة ننتقل إلى الجزء الثالث. قابل للتحقيق، ترسم صورة المسار اللازم بوضوح قائلة بأهدافه. عموما لتطوير مواقفك وأهلات وقدراتك ومهاراتك والإمكانيات اللازمة لنجاح الهدف. عندما تعرف هدفك بوضوح وتدرك إمكانياتك وما الذي تحتاجه للوصول، تصبح حركاتك أكثر ثباتا وقوة مهما كان الطريق وعرا أو شائكا، لأنك ترى النهاية السوداء. قابل للتحقيق، ارسم مسار تحقيق هذا الهدف اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على مؤهلاتك، قدراتك، مهاراتك، الامكانيات التي عندك، لانك ستعرف بالضبط اين يقع هدفك وتدرك الامكانيات التي لديك لكي تصل الى هذا الهدف. وعندما تتضح لك الرؤيه وتتجلى لك الامر فانك تسير الى الهدف، وهو موجود الطريق النحو الشائك المملوء بالحجاره، لك تتقدم لترى الهدف بسعاده وتحقق بسعاده. واقعي القناعه لا تنفي مع الطموح، القناعه لا تتنافى مع الطموح. وهناك اهداف عاليه جدا وواقعيه، لا بد من الاراده والقدره والثقه بان الهدف يمكن تحقيقه ليكون واقعيا. حدد هل تهز الهدف اهدافا مماثله سابقا، وابحث عن الظروف اللازمه لتحقيقه. ساعطيكم مثال للهدف الواقعي والهدف غير الواقعي. مثل الناس من نحن في الذهاب الى الشمس، او عنده هدف هو الذهاب الى داخل الشمس، الى داخل كوكب الشمس او نجم الشمس. هذا الهدف غير واقعي، يتنافى مع الطبيعه الانسانيه. إذن هذا الهدف غير واقعي. ولكن هناك من الناس من له هدف هو ان يصل الى 100 مليار مثلا، او عنده 10 ملايين دولار، فهذا الهدف واقعي يمكن تحقيقه. بعكس انه بمجرد اقترابه سيحترق، مع ان الطبع الانساني لا يمكنه ان يصل الى تلك ذلك النجم. الطبيعه الانسانيه مختلفه فيزيولوجيا، ولكن عندما نقول الانسان عنده هدف ان يحصل او يصل تصل ثروته الى 10 مليون دولار، 10 مليون دولار، فهذا الهدف قابل وواقعي، قابل للتحقيق. هذا هو الاختلاف بين الهدف الواقعي او الهدف الغير الواقعي. محدود باطار زمني. المهم أن تضع تاريخ بدء وانتهاء المدة اللازمة الكافية لكل مرحلة بدون نقطة نهاية. إذا تجد تقييما واضحا أو حتى متى تقيم عملك، إضافة للتكاسل والتسويف والشعور بأنك قادر على البدء في أي وقت. وعليكم السلام أستاذ محمد لمين. قد يأتي وقت لا ينفع فيه البدء من الهدف في الهدف المطلوب، سأعود عليكم.
محدود بإطار زمني، الهدف يجب أن تربطه بإطار زمني، تعرف في وقت البدء ووقت النهاية، وكم المدة بين البدء والنهاية لكي تراقب هل أنت وصلت إلى هدفك في وقت محدد أم لا. بدون لا تجد تقييما واضحا أو حتى متى تقيم عملك إضافة للتكاسل والتسويف والشعور بأنك قادر على البدء في أي وقت. الأخطر من ذلك قد يأتي وقت لا ينظر فيه البدء في الهدف المطلوب. نحن تكلمنا عن قاعدة 6×6×6، وهذه الهدف الأذكى أو الذكي يفتقر إلى رقم 6. أين هو يا ترى؟ أين هو في هذا الموضوع؟ أين هو يا ترى؟ أين إلى هذا رقم 6؟ وصلنا إلى 5 وهو ربط الهدف بالزمان وانتهينا، ولكن ما هو الرقم 6 في هذا الموضوع؟ التقييم الآخرين أين ذهبوا؟ الأستاذ لهيب، ما رأيك يا أستاذ لهيب؟ الأستاذ حليمة، الأستاذ فريد العربي، محمد الأمين، الموضوع الناقص هو لكي تنجح يجب على رغبتك في النجاح أن تخوفك من الفشل. أهم شيء في الأهداف الصغيرة هو أن تكون رغبتك في النجاح أكثر من الخوف من الفشل. أهم شيء أعيد عليكم، لكي تنجح يجب على رغبتك في النجاح أن تفوق خوفك من الفشل. سؤال: كم هرة في الصورة؟ أريد أن أعرف من عندكم كم حجم من الهرة داخل الصورة. أربعة عشر، ستة عشر، اثنا عشر، يمكن عشر. سنحس مع بعضنا كم هرة في الصورة. أولا سنبدأ بالهرة الظاهرة جيدا. هناك هذا الهر. كيف أغير الألوان؟ ألوان الدوائر. الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر. أين الهر السادس عشر؟ أين هو؟
هناك 15 درهم. انظرت بشهادة عندي، أين رأيت أبل؟ هناك 15 هرلا فقط يا أستاذتي، على يسار الشاشة، على يسار الشاشة، تأكد من الحساب وأنا متأكد أن هناك 15 فقط. على هذا الرقم 16 يخطط للنجاح. صدقت يا صادق، صدقت يا صادق، وها هي الابتسامة العريضة توصل إليك. منبع الأهداف الستة الحاسمة. الفرق بين الرؤية والهدف، سبق وتحدثنا عنه في المدخل إلى صناعة الأهداف. ذكرنا أبرز الملاحظات التي توجهنا عند تحديد أهدافنا الشخصية لنتائج أفضل. ذكرنا بعض مجالات الأهداف، ثم شروط الهدف المثالي الذكي. وإتماما لهذه السلسلة أحببت أن أقيد ما جال بخاطري حول منابع الأهداف. في البداية سنتكلم عن الجنس البشري. الجنس البشري قال عليه عز وجل في كتابه الحكيم: وقد كرمنا بني آدم ونفخت فيه من روحي جعل تركيب عجيب ومزاجا مدهشا مدهشا ومزيجا مدهشا يتجلى فيه عظمة الخالق عز وجل. لما أخذت لمحة عابرة في سر منبع الأهداف فينا، كانت النظرة كالتالي: النفس، وما أدراك ما الفرق بين علم النفس وعالم النفس. الأول يبحث في أحوالها لإرضائها، والثاني يتعلق فيها ليهدئها ويقولها من نفس دنيئة إلى لوالة مطمئنة وراضية مرضية. إذا اتبعت هوى نفسك في تحديد أهدافك قد تنجح، ولكنك استخسرت في المقال لأنك لن تسمع إلا صوتك. سأعيد عليكم: النفس، وما أدراك ما الفرق بين علم النفس وعالم النفس. الأول يبحث في أحوالها لإرضائها، الثاني يتعمق في تهذيبها ويقولها من نفس دنيئة إلى لوامة مطمئنة وهادية مرضية. فإذا اتبعت هذا نفسك في تحديد أهدافك قد تنجح، لكنك ستخسر الكثير في المقام لأنك لن تسمع إلا صوتك. وسأقول لكم حكاية الديك والقدورات. كان ديك في مزرعة يرى بعض الحيوانات تكون من القدورات، وتزيد قوتها وطاقتها. فقال: ولماذا لا آكل من هذه القدرات؟ فبدأ يأكل منها في اليوم الأول، فصعد إلى الغصن الأول والشجرة، واليوم الثاني بدأ يأكل منها، صعد إلى الغصن الثالث، ثم إلى الرابع، ثم بعد أيام وصل إلى أعلى الشجرة. بما أن الدجاج لا يطير، كان فوق أعلى الشجرة، والصيادين ببلادتهم يرمونه فوق أعلى الشجرة، وهو هدف سهل للصيادين. فقاموا باصطياده لأنه لا يطير، فكيف يمكنه الهرب؟ اصطادوه
الحكمة من هذه القصة هي ليس لم نصعد إلى الأعلى بتقنية القوية كالذي يصعد إلى الأعلى، كالذي يصعد بجهد وبتعب من أجل الصعود إلى الأعلى، يبقى في الأعلى إن كان قد قام بجهد على طريق الصحيح وليس بالغش أو بتمثيل كما يفعل بعض الطلبة في الجامعات، يصلون للإجازات ولكنهم لا حسرته لا يفقهون شيء فيما درسوه، بل أضاعوا وقتهم وأضاعوا الدولة وأضاعوا مجموعة من الأشياء لأنهم لا تعلموا بل فقدوا الكثير. إذن الناس يجب أن يهدئوا نفسهم، أن يهدئوا نفسهم أن يقولوا من النص الدنيا إلا وما في مطمئنة فراضية مرضية، فإذا ابتلعت هواك، إذا اتبعت هوى نفسك في تحديد أهدافك فقد قد تنجح، قد تصل كما يفعل اتباع الطلبة، ولكن ستخسر كثير في المقابل أنك لن تسمع إلا صوتك، معنى عندما تصل إلى المستوى العالي كالإجازة أو الماستر فإنك لم تستفد شيء مما درست، وعندما تخرج إلى حيث لن يفيدك ما تعلمته لأنك لم تعلمه بأسلوب الطريقة الصحيحة. ويقول أستاذ السالم التركيز على الوظيفة والتشبث به ممتاز. ثانيا الشيطان ما تقول أنه قريب البعض له مستسلمين، إذا كانت الأهداف النابعة من نفس شهوانية فهذه شيطانية، بنتي محرقة خبيثة لا تكاد ترى أدميا بل تكاد تقول هذا شيطان. نعم هناك من الناس من وصلوا إلى أهدافهم بطرق ملتوية، بل وصلوا إلى أهدافهم بطرق ملتوية، وعندما تجلس أمام لا تجد فيه المسح الإنسان، يريد أن يصطلع على الكل، يريد أن يدوس على الكل ويبقى هو في الأعلى، يريد أن يذهب ويأكل أموال الآخرين. هناك الكثير وترونهم يوميا وترون الأخبار وتعرفون الكثير علم القلب تسمع نبضه وحركاته فقط، إذا انخفض صوت نفسك في قوته وتفاعله وجرى الدم إليه بمن الحياة. لاحظوا إذا نمتم وكنتم مسترخيين جيدا تسمعون بالضبط ردات قلبكم ودقاته لأنكم انخفض صوت النفس، صوت نفسك في قوته وتفاعله. كذلك إذا سمعت إلى قلبك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الحديث إن صلحت طرف الإنسان وهناك مضغة فإن صلحت صلح الإنسان. إذا نقول القلب السليم في الجسم السليم، فإن القلب ليس عين الرأس رؤيتها أوسع منظرها أقوى من عين القلب. إذا أعطتك الراحة في اتخاذ القرارات وتحديد الأهداف فذلك أحسن، لأن الإنسان الذي قلبه مستراح بذكر الله وقول الله يعطيه إيمان التوجه الصحيح لما يريد. الروح القوة الغامضة الساكنة المنفعلة جوهر هذا الإنسان، تحت الشكون وتعيش في الشجون محروم من عالمها الكثير، يكفي أن يكون المنبع نفسا سالية وقلبا صافيا وروحا نقية. وتلقت أهدافنا من عالم الروح وحده، كيف سيكون حينا؟ كيف ترون أنفسكم وأنتم تعيشون في نفس سمية وقلب صافي وروح نقية؟ كيف ترون أنفسكم؟ كيف ترون حياتكم؟ إن كنتم في هذا المستوى نفسا سالية تسلو عن الخبائث وقلب صافي قريب إلى مولاه وروح ترى ملكوت الله، ترى
أنها قريبة إلى الله لعبادته، وتخاف وتخشاه وتحدد أهدافها انطلاقا لهذا الواقع، كيف ترون أنفسكم يا أعز الناس؟ الرغبة، الحضور، انتظر جوابا لما سألته، انتظر جوابا للسؤال الذي طرحته. السؤال غير عليكم، السؤال هو كيف ترون أنتم تحقيق الأهداف وأنتم في حالة، في هذه الحالة، نفس ثانية وقلب صافي وروح ناقية، كيف ترون أنفسكم وأنتم تعيشون في هذه الحالة وتحققون أهدافكم؟ والأهداف ستكون تحقق بسرعة كبيرة، لأن عندما يكون الإنسان يعيش في صفاء ونقاء تصل أهدافه بسرعة، بحيث يمكن أن يتجاوز أهدافه، ربما لو خطط لشيء أن الله بصفائه ونقائه يسهل له الأمر ويسره له حتى يصل إليه بسرعة، لأنه عبد لعبادة. كيف ترون أنفسكم؟ كيف سيكون حينها؟ كيف سيكون شعوركم؟ تخيلوا معي كيف سيكون شعوركم وأنتم في هذه الحالة. أكيد سنكون متفائلين وسنحقق أهدافنا إن شاء الله، لأننا نطبقها بما يرضي الله، سنكون راضين عن أنفسنا. أهم شيء في هذه الحياة، لاحظوا، أهم شيء هو أن تكون راضيا عن نفسك، نكتسب هذا الزيادة في بناء وصول أهدافنا. أهم شيء هو أن تكون راضين عن أنفسكم. اسمعوا لخوار وقع في أمريكا، هناك من الأغنياء المرتبين عالميا، عالميا في مجلة فوربس، انتحر. لماذا؟ وأغنى، عنده المال، حقق مجموعة الأهداف، وصل إلى 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 ما يتصوره العقل، وصل إليه من عيش هائل وسهل، لكنه انتحر. لماذا؟ لأن وجوده لتلك الأهداف كان مبنيا عن الغش وعن مجموعة من الأشياء، لأن نفسه لم تكون مطمئنة وقلب صافي وروح نقية، لم تكن في هذه الصفات، إذا كانت في هذه الصفات لم يفكر. ليس وصوله إلى ركوب الخلوص السابق، لأن الإنسان الذي لا يحس لنفسه مرتاح ولا قريب إلى مولاه، وقلب صافي، قلب هذا الليل بالحقد والكره والغل، وروح نقي، وروح تسعى إلى السماء وليس إلى ما في الأرض، هي المبادئ والقيم. نعم أستاذ صادق، هي المبادئ والقيم. إذا كان الإنسان مرتبط بخالقه سيكون في مستوى عالم. والدليل، هناك من الأقوال القديمة تقول الروح ترتقي إلى مولاها، والنفس تهوي إلى الأرض. معنى الروح النقية ترتقي، لا تشعر بأنها تعيش على الأرض، بل تحس بنفسها أنها تعيش في الفضاء، ترتقي إلى السماء. أما النفس الدنيئة المقتدرة فإنها تريد أن تبقى في الأرض، أن تلتصق إلى الأرض، أن تدخل في أعماق الأرض. هذا هو الفرق. العقل بصفات التكرير وآلة التمييز، دولة المنطق والمعلومات، أصحابه بشأن فهم، فهم أرباب الشجاع والنهى والأرباب والعقول، لكن العقل وحده لا يكفي، لأن ننطلق منه في أهدافنا. العقل وحده لا يكفي لأن ننطلق منه في أهدافنا، ولا أن نجعله الركن الأول، لأنه ليس مقياس ثابت أبدا. فعقل اليوم ليس كقبل شهر أو كعقل شخص آخر، فما هو الحل؟ العقل لا نعتمد وحده كآلة،
الأداة ما نعتمد عليه وحده، بل نعتمد على ما كنا سابقا، على الروح، على الروح، على القلب، على القلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم مني ومن الجميع عندما قال في الحديث عن المضغة فإنه قصد القلب. يعني إذا كان القلب صالحا سيصلح في كل شيء، رغم أننا نفكر ونحلل و و و و الكثير، ولكن يبقى القلب هو الذي يربط العقل، يربطه يشده إليه، لأن العقل يمكن أن يستمر طرق لتصل إلى منتهاها، أكانت طرقا صحيحة أو طرق غير صحيحة. ولكن القلب الذي مطمئن بالعبادة، القلب مملوء لعبادة الله، القلب مملوء بذكر الله، يزيله يربطه يربطه إليه لكي يسير في المسارات الصحيحة. هذا هو الحل. والحل والسؤال كما سلف الذكر تجوزهما في هذا المنبع لنكون ربانيين، لنكون ربانيين كما آتت في الآية الكريمة، ولكن كونوا ربانيين فقهاء ذوي فهم وكما علماء المعلمين، اجعل أهدافك نهيجا فريدا دون نفس تهدلت وتأدلت وقلب صاف سليم لا يحمل الحقد والغش والخداع لاحد ابدا، وغير روح طاهره نقيه ولا تشوب المكدرات قريبا من سرها اصيل، وعقل مدرك واعي يجمع بين كل ذلك ليخرج بافضل النتائج وادقها. كل ما فرط نجمعه في هذا الجزء، هذا الجزء المهم. أقول لك اجعل أهدافك مزيجا فريدا دون نفس تهدلت وتعدلت وقلب صاف سليم لا يحمل الحقد والغش والخديعة لأحد أبدا، وبين روح طاهرة نقية لا تشوبها المكدرات قريبة من سعيها الأصيل، وعقل مدرك واعي اجمع بين كل ذلك ليخرج بأفضل النتائج وأدقها. أهم شيء في هذا هو أن تكسر أهدافك لك، وليس أهدافك لكي تحط للآخرين. هناك من الناس من يكسب أهداف لكي يحط للآخرين، لأنهم ربما في مرحلة من حياتهم أثروا فيهم أو ضللوهم. بالتالي عندما تكسب أهداف لا تحمل حقدا أو غشا أو خطيئة أو مكرا، ودائما اعتمد على روحك الطاهرة النقية التي لا تشوه المقدرات قريبا من سرها الأصيل، وعقل مدرك واعي. انتظر أستاذ صادق يكتب لكي أرى ماذا كتب. هناك زعيم يسار في أمريكا يخطي الأداء فيها غش وسرقة وخبيئة. هذه الأهداف رغم أنه سيصل إليها، ولكن هل سيحس في الأخير أنه مرتاح؟ هل سيحس بأنه مرتاح نفسيا وروحيا؟ والله لن يحس بإحساس الراحة إلا من عبد الله طائعا له محبة الله، غير ذلك لن يحس ولو وصل إلى أقصى الجبال، أقاصي الجبال، وملك لا ملك، لن يحس بالسعادة. والدليل عندنا في العالم العربي من الأغنياء من ملكوا كثيرا في هذا الكون، ولكن لم يملكوا راحة البال وراحة النفس. تراهم يشتروا الطائرات بالذهب، داخلها كله ذهب. إن فكرت وخممت ما معنى أن تكون الطائرة كلها ذهب، كراسيها ذهب، أطباقهم ذهب، ما معنى ذلك؟ وفي راحة أن تكون في الذهب أو الراحة تكمن في الداخل؟ الراحة تكمن في ما نحس به داخليا أم ما نراه خارجيا؟ اعلموا جيدا والله لأنهم يحسون بالدوخة. إن أتى شخص بسيط ورأيته في قرية على ضفافنا
جالس متكئون على نخلة وقد قام بحفر الأرض وزرعها ووصل وقت من أوقاته فأكل ونسى العالم كله ونسى العالم كله ونام تحت نخلة. هل يسري هذا مع الذي له مع الذي عنده يأكل في الدار وهو عندما ينام لا ينام وتراه عند الأطباء النفسيين؟ هل يستوي ذا مع ذا؟ هل يستوي؟ انظروا إلى القرآن، القرآن فيه أمثلة كثيرة، القرآن فيه أمثلة كثيرة. لن يستوي من أعطاه الله طاعة الوالي والبساطة في العيش مع الذي أنف التكبر والتبختر ولا يرى نفسه إلا مع الأغنياء. هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحشر مع الأغنياء؟ هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحشر مع الأغنياء؟ والله لا دعا النبي إلا أن يحشر مع الفقراء من الأغنياء. فمن كان غنيا وزكى وقدر ما أعطى الله فذاك خير، أما من الذي خرج على الطريق فما له إلا جهنم وعوذ بالله. وسيقول عز وجل كما قال أستاذ المدير: ومن أعرض عن ذكري فإنا له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإنا له معيشة ضنكا. فأقول لكم لا تجعل أحد يرسمك حياتك ويخطط لها بدلا منك، بل خطط أنت وتفاءل وسعى لتحقيق ما تتمناه، والأهم حارب من أجل هدفك، ولا تيأس فلا يأس مع الحياة. تذكر جيدا أنت أحدا يصوم لك حياة، فما يدريك من الممكن أن تكون له فرصة سوداء، وعيد عليكم لا تجعل أحدا يرسم لك حياتك ويخطط لها بدلا منك، بل خطط أنت وتفائل وسعى لتحقيق ما تتمناه، والأهم حارب أجل هدفك ولا تيأس. فلا حياة مع الياس. وتذكر جيدا إن تركت أحدا يرسم لك حياتك فما يدريك من الممكن أن تكون فرشته سوداء، فتكون حياتها سوداء. الفرصة أنت من تخلقها يا أستاذ، الفرصة أنت من تخلقها وليس الحد. الحد كلمة اخترعناها لكي نغطي على أشياء كثيرة. الفرص أنت من تصنعها. أنت إذا قمت بتكوين نفسك علميا وعمليا وتقربت إلى الله ستأتيك مجموعة من الفرص، هناك من الأشياء لما يجعلك الله أن تتخلى عنها لكي تصل إلى أحسن منها. والدليل في الكتب إذا قرأتم كتاب ابن الرومي عن الحب وكيف وصوله إلى معرفة الله، إلى معرفة الخالق، إلى معرفة الخالق، وكتاب اسمه بخور الحب يتكلم عن معرفة الخالق وتعرفه. ستجدون الكثير هناك منه السلامة من القدرات والمهارات. أو ذات الكتاب اسمه في الواقع قواعد العشق الأربعون، فيه مجموعة من الأشياء ستتعلمونها. تعرفون كيف تصلون إلى الله. هناك من الكتب من تجعلك قادرا، نعم قواعد العشق الأربعون، وهناك من الكتب من يغنيك عن الكثير ويعلمك ما لم تعلم. هناك من الكتب من يسهل لك معرفة الكثير، وخصوصا النفس البشرية وأهواؤها. من هذا الكتاب هناك كتاب للدكتور مازر القيم، وهناك مجموعة من الكتب يجب أن نتدارسها وأن نقرأها. العادات السامية للنسل الأكثر، هناك من الكتب يا أستاذي، نعم هذه الكتب ترجمة أمريكية، لكن هناك من العرب. لماذا لا نقرأ للعرب الذين أبدوا؟ هناك من الكتب من تحطها
على تنمية القدرات بطريقة معينة، بطريقة تنطلق من ما هو إسلامي، ما هو إسلامي. مثال بسيط للدكتور ماندر، نعم، مثلا كتب إبراهيم الفقي وكتب النظرة عندنا في المغرب، إنه دكتور لسانه لا تنظر كثير إذا قرأت له. مهدي منظرة معروف، من يمكن أن يعرف الدكتور مهدي منظرة؟ تعرفه ولم أقرأ له. هناك عنده كتاب قيمة القيم، قيمة القيم، اقرأه. مهدي منظرة الآن أستاذتي في هذا الحاسب لا توجد عربية، إنه من مركز ماك بوك برو، بمعنى ماكنتوش، إنه لا يسمح بكتابة العربية. الذي ما جرى وكتابه قيمة القيم، قيمة القيم ممتاز، أن لا يهدب النفس ويعلمك الكثير عن ما يجول بنفسك. سأقول لك اجعل نصيب نصب عينيك دائما في كل أحوالك، مفتاح ذلك كله طلب رضوان الله والعمل من أجله، حينما تجد حياتك معنى أخرى ولأهدافك قيمة أكبر. وما عند الله خير للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، صدق الله العظيم. سأعيد عليكم اجعل نصب عينيك دائما في كل أحوالك، مفتاح ذلك كله طلب رضوان الله والعمل من أجله، حينها تجد لحياتك معنى آخر ولأهدافك قيمة كبرى. ذلك الغني الذي انتحر لم يجد لحياته معنى أخرى، ولم يجد لأهدافه قيمة كبرى، لذلك قام انتحار، لأنه لا توجد عنده هذه الآية وما عند الله خير للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يفهم هذه الآية فهم كثير، لأن عند الله الكثير الكثير أبواب مفتوحة، فإن اهتمنا نحدد أهدافنا وفق المنهج الإسلامي سنصل إلى ما يتجاوز عقوله. أهم شيء هو أن تجد لحياتك معنى أكبر وأهداف قيمة كبرى. وعندكم تمرين أريد ترسلوه إلي أو ترسلوه إلى الإدارة لكي أعرف ما الحل وهل الحل صحيح وهل صحيح تطبيق نبدأ 6-6 في أي هدف تكتبونه، ومن سيرسل العلم سيحصل على شهادة من طرف الإدارة. السؤال أو التمرين، قم باختيار مشروع ما في أحد المجالات بعده صورة متكاملة بحسب ما قرأت في صناعة الأهداف بطريقة 6-6-6. استخدم ورقة وقلم أفضل النتائج، اكتب بالتفاصيل كما قلت لكم 6-6-6 طبقوها على الهدف في مشروع محدد اختاروه أنتم. رسلوا لي ما كتبتم لكي أعرف هل فهمتم هذه القواعد أم لا. هل اتفقنا على أن تطبقوا هذا التمرين؟ إن شاء الله. أقول لكم عندما تحدد ما تريد تكون بذلك قد اتخذت أهم قرار في حياتك كلها. إذا يتعين على المرء أن يعرف ما يريد كي يستطيع الوصول إليه. دوغلاس واتسون، عندما تحدد ما تريد كن بذلك قد اتخذت أهم قرار في حياتك كلها. عندما تحدد أهدافك كن متيقنا أنك اتخذت أهم قرار في حياتك، إذ يتعين المرء أن يعرف ما يريد كي يستطيع الوصول إليه. معظم الناس لا يعرفون إلى أين يريد أن يصل ويعيشون يوميا في مخاض هذه الحياة، ولا يعرفون إلى أين يريدون الوصول. فإن عرفوا فإنهم عرفوا
عرفوا ماذا يريدوا، إن عرفوا أين يريدوا أن يصلوا، عرفوا ماذا يريدوا. وهذا القرار سهل أم الكثير، وهذه من قولة دوغلاس بوتون. والقولة الثانية، النجاح يساوي الأهداف، النجاح يساوي الأهداف. وكل هذا كماليات، النجاح يساوي الأهداف. عندما تصل إلى هدف مثلا، إنسان خطط هدفه هو الوصول أو الحصول على شهادة، نجاحه في آخر المطاف يساوي الأهداف. وكل ما لهذا ذلك فهي كماليات. براين تريسي، النجاح هو تحقيق الأهداف. ممتاز. أقول لكم شكرا على حسن استماعكم، شكرا على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في موضوع جديد، واللقاء في موضوع جديد. أقول في الختام لقد ركبنا طائرة، هذه الطائرة كانت فيها معلومات جد مهمة. انطلقنا في الأول وحددنا ما فرقونا بين الرؤية والأهداف، بين الإنسان الذي له أهداف والذي ليس له أهداف، كيف نحقق أهداف. وقرأنا عن مبدأ ستة في ستة، وحددنا ما شابه في الأهداف، الهدف الذكي، وحددنا في البداية، اسمحوا لي، من يستطيع أن يقول لي المواضيع أو محاور الدورة التي تكلمنا عليها؟ من يستطيع أن يتفكر المواضيع التي تكلمنا عليها أو المحاور؟ من؟ سأعود إليكم. البداية كانت هناك طائرة سميت بصناعة الأهداف. هذه الطائرة قال لنا الربان قبل الصعود إليها، يجب أن تعرفوا صناعة الأهداف بطريقة ستة في ستة. وعندما شرح لنا طريقة الأهداف ستة وستة ومواضيعها، قال لنا لماذا نضع أهدافنا؟ ولا نضع أهداف، لماذا نضعها؟ ما الفرق بين الرؤية والهدف؟ ومن الذي يحقق الأهداف؟ في هذه اللحظات عندما عرفنا من الذي يحقق الهدف، بدأت محركات الطائرة تشتغل لكي تطير الطائرة. ثم تكلمنا عن ست خطوات نحو الهدف، وهدف الطائرة في الإقلاع، فوصلت إلى مجالات الأهداف الست، وتكلمنا عن المجال الديني والعلمي والاجتماعي والأسري والمالي و ثم قال لنا لكي تسير الطائرة في أمان في الفضاء، يجب أن نفرق بين الهدف الذكي والأهداف الذكية أو الهدف الأذكى. وتكلمنا في هذا المجال عن مجالات الأهداف الستة، هذه المجالات كل هناك هدف سماط الذي تكون من الخمسة، خمسة أشياء من خمسة معايير. ثم قال لنا ما هو الهدف وما هو الإشكال السادس في مجالات الأهداف الستة. فوجدنا أن يجب علينا أن تكون الرغبة في النجاح أكبر وأكبر من الرغبة في الفشل. ثم انتقلنا إلى منابع الأهداف الستة، تكلمنا عن النفس، عن الروح، عن الشيطان، عن القلب، عن العقل. وفي الأخير قلنا كونوا ربانيين. وحفظنا لماذا يجب أن نكون ربانيين، وأعطينا أمثلة، وأعطينا تمرين في الأخير، وأعطينا قولتين شريرتين. وهنا أقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يسرنا الأمر وبسطه وشعره فهم مفهوما للحاضرين. الحمد لله على كل شيء، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم أيها الأحبة. وعيدنا على تكرر كل اثنين في نفس الموعد.